اتفضل يا اخي مجدوت، معاك المايك، التكس مفتوح للجميع. السلام عليكم. خليك معايا لحظه بس يا استاذ رشيد، دلوقتي في صوت يا اخوه، سامعني كويس؟ خليك معايا لحظه يا استاذ رشيد بس، معلش. طيب تمام الحمد لله. طيب يا استاذ رشيد، دلوقتي احنا في غرفه كريستيانز ار اسكينج اباوت اسلام، ودلوقتي في اكتر من 300 واحد بيسمعوك دلوقتي، فاحنا عاوزين نعرف القصه من البدايه، يعني تقول لنا اللي حصل من البدايه. معلش انا تعبتك معايا انت تقول القصه، انا او الدكتور انت قبل كده، بس ايه معلش عاوزينك تاني تقول من الاول خالص قصه الاسره دي وايه اللي حصل معاهم. اتفضل، هم سامعينك دلوقتي. تمام، يا ريت الاخوه تسجل لو سمحت. راشد عرفهم بنفسك الاول. انا الاستاذ راشد رزق ابو طفش، محامي ماجستير علوم جنائيه ومحامي بالمحل الكبرى. تمام. انا محامي وصديق للاسره ديت، وبتعامل معاهم من اكثر من سنتين اتنين. وحضرتك المحامي المتولي كله؟ اه، وانا المحامي المتولي للقضايا كلها من الالف للياء حتى تاريخه يعني. تمام. وكل يوم بيحصل حاجات باستمراريه وامور جديده. تمام. حتى اخرهم النهارده من ساعه. اه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان الجماعه دول طبعا اخذوا رغبه في دخول دين الاسلام من مده معينه، فكانوا قاعدين مع احد الاصدقاء المقربين لهم وبداوا يتكلموا ياخدوا ويدوا معاهم في الكلام، بس فضلوا منهم طبعا يعني اصدقاء، فقالوا والله احنا عايزين مثلا ما حدش مقتنعين بمساله الدين المسيحي، وعايزين ننقل على الاسلام، والاسلام جميل جدا من خلال الاطلاعات ومن خلاله، خاصه ان الاستاذه اميره اصلا امينه مكتبه. اه، مين الاستاذه اميره؟ عرفتهم بالاستاذه اميره. الاستاذه اميره ديت دي ام اللي هي طبعا زوجة الاستاذ شتهم اللي هو طبعا امين شرطه في قسم تاني الارض. تمام. كان الاول في حرس الجامعه. جميل. فتنهم يشتكوه وفحروا وراه لحد ما بهدلوه اخر بهدله ونقلوه اسم من الجامعه. اه. لاسم تاني الارض نظرا للتعرض. تمام. ولحد النهارده كمان ما احناش عارفين ننقله، واخدنا الجهات الرسميه وناقشنا مدير الامن وناقشنا وكلمنا الناس المسؤولين ان هينقلوا، ما حصلش. النهارده ومن هنا طبعا اللي هو الاستاذ سيدهم ده هو زوج مدام اماله ده محبوس على ذمه. احنا عاوزين قبل قصه الحبس تقول لنا الاول، يعني من البدايه خالص، يعني انا عاوزك تبص يا استاذ راشد. انا عارف انت حكيت القصه اكتر من مره، بس دلوقتي في اكتر من 300 واحد ما يعرفوش القصه، وعاوزين اثباتات وايه اللي حصل من البدايه، من اول ما اتعرفت عليهم وايه اللي حصل، فاحنا عاوزين نعرف البدايه. اتفضل. طيب ماشي، ما هو البدايه كانت كده، البدايه ان هم قاعدين في بيتهم مع اصدقاء ليهم، واحد مسيحي وزوجته. تمام. فقعدوا خدوا ودوا معاهم في الكلام، وقالوا يا جماعه طب احنا مش مقتنعين بمساله الدين المسيحي وكلام من ده، فطبعا احنا عايزين نرغب في ان احنا نطلق المسيحيه. الكلام وعايزين لينا بيت، عايزين نتبرع بالبيت ده نخليه يا اما مركز لتحفيظ القران. جميل. او زاويه او مكان لاقامه الشعائر الدينيه او مسجد، يعني المسجد ده البيت بتاعهم مقابل الكنيسه على طول، صح؟ نعم. البيت بتاعهم قصاده على طول الكنيسه. هم ما بينهم وبين الكنيسه حوالي عن 7 متر بالظبط او 8 متر في حته اسمها كفر الامام عوض. تمام. مركز الشنطه. جميل. المهم طبعا ناس بتتعامل بنقاء وبشغفيه، فطبعا فطبعا اللي حصل راحوا جايين عاملين ايه؟ الاخ اللي هو صديقهم ده هو والست بتاعته راحوا واخدين ناقلين الكلام لمين؟ للعمده بتاع البلد. طبعا البلد دي ثلاث ارباع 75% منها مسيحي والربع حوالي عن 25% مسلمين. جميل، اتفضل. نقل طبعا الكلام للقس اسمه طبعا سامي سليم سليمان وشهير بالقس يعقوب. تمام. احد رؤوس الفتنه نفسها في البلد، وطبعا كان جاي جربوه وشحات لا يملك حاجه خالص لا قدامه ولا تحته. اه. كون مبالغ ماليه وثروات ضئيله واستولى على اموال الكنيسه وباع لوحات اثريه وطبعا طلع في البلد بمسلوب خطير جدا. اه. بدا يخطط للناس دي لتدمير الاسره دي تدمير خطير جدا. اول حاجه راح جاي موزي محاميه من السلطه اسمها ايه يا ام احمد؟ اسمها نبيل. اه. الاستاذ
زنبين دي طبعا بدأت شهور صداقها مع مدام أمير. هو القس عرف ان القصة دي عاوزة تاني اسلامها فبدأ يدبر ليهم بقى. فبدأ طبعا هو عارف بقى ان طبعا هو والعمدة والمسؤولين في الكنيسة ان الجماعة دولت عندهم ميول اسلامية وبدأ يخططون تأشير تدمير الأسرة دي تدميرا كاملا. تمام. المهم طبعا راح جاي عامل ايه بقى من الانس واحد المهم راح جاي واخدهم معرفهمش حاجة وماشي معاهم بقى كأن ما فيش حاجة. الجماعة طبعا بتعاملوا معاه بشغفية وبنقاه وبشكل عادي جدا كأن ما فيش اي حاجة. تمام. حرب بقى ايه راح جاي موزع عليهم محامية من ضمن المحاميات اللي هي في السلطة اسمها شغلزين. انا على فكرة بحثت عنها ودورت عليها. تمام. لقيتها غربت لانها مسجلة خطرة وخاضت تجربة يعني اكتر من مرة في الامور الخاصة بالنظر والأمور في هذا الطريق. المهم طبعا عملت صداقة مع مدام أميرة اللي هي زوجة الأستاذ ستهم اللي هي زوجة الأستاذ ستهم اللي هي طبعا أمينة مكتبات متعلمة وثقافة اللي كانت بدايتها طبعا من خلال الاطباء والقراية والكلام ده. تمام. بدأت تقتنع بالدين المسيحي والكلام من ده. تمام. المهم راحوا جايين عملت معاه صداقة. الجماعة دول طبعا كانوا بقى عندهم محل ملابس جاهزة في البيت عندهم بيجدوا في الملابس الجاهزة بروح يجيبوها مثلا من اسماعيلية من بورسعيد وهكذا. قلت لها طب احنا عايزين نجيب لك قرض. ماشي. تمام. تمام. عايزين نجيب لك قرض طبعا عشان توسع المشروع وبتاع وكده. طب هنجيب قرض باسم مين؟ هنجيب قرض باسم الست منصورة اللي هي والدة مدام أميرة. تمام. ست كبيرة في السن اللي هي طبعا أم اللي هي أسلمت برضه. اللي هي أسلمت برضه ما أنا أقول لك على الترتيب. تمام خلينا ماشيين بالترتيب اتفضل. تمام. قالت طيب هجيب القرض باسم مين؟ قال أنا جيت قرض باسم عمري. المهم تعالى يا فندم. كل راحت جايباهم واخداهم وقعدوا مع بعض طبعا في الكنيسه. طبعا الكلام ده احنا بنتعامل معاهم شخصيه ما يعرفوش ما وراء ذلك الا الجن او الغالي اللي هي ام مدام اماره دي تمضينا على دفتر الاصابه. ماشي. وبعدين؟ تمام. ادي اول واحد. تمام. نمره اثنين عايزين ضامن يا جماعه. ايوه. قال لك طب مين؟ طيب مين اللي موظف؟ طيب مدام اماره اللي هي بنتها ضمن برضه على دفتر اصابات امان. تمام. طيب يا جماعه لا ده تقريبا الجماعة قالوا عايزين ايه برضه كمان واحد ضامن كمان. جابوا الاستاذ سيدهم اللي هو زوج مدام امير اللي هو ده امين شرطه برضه. أيه. اسم زي حرف الجامعه وبعد كده نقلوا ايه اسم تاني اتعطى دلوقتي. تمام. برضه مضى على دفتر اتصالات امان. تمام. ردت الاستاذ المحاميه نبيل دي قالت لهم انا الموضوع طبعا هيخش في امور طبعا دلوقتي الحاجات دي المبالغ هيبقى من بنك مصر السوري والسوري القاهره. ايوه. تعالوا ما نعرفكم على محامي اسمه الاستاذ عبد الحليم يوسف السباعي وعملوا له توكيلات وبتاع عمليه يوسف سينما. ماشي. وبعدين المحامي بتاع القاهره وربطتهم بصداقه وبعلاقه ما بينهم وما بين بعض بدا عايزين عقد شقه اجروا شقه ودفعوا حوالي عن 7-8000 جنيه وبدات اجراءات خد العمليه الرخصه والكلام ده بحيث ان هم يفضلوا الحصول على القرض. تمام. المهم بعد مدة بعد اثنين بعد ده طب احنا عايزين 2000 طب عايزين 3 طب عايزين 5 ومن هذا القبيل والاخر طبعا قالوا لا الموضوع فاشل. نسيت اقول لحضرتك ان طبعا 7-8 اسر مسيحية او 10 راحوا جايين بقى عاملين عملية تدابير ما بينهم يعني مثلا الاستاذ سيدهم والست بتاعته ضمنهم جماعة. والجماعة ضمنوه. تمام. واسرة ثالثة ضمنت الجماعة الاولى والجماعة الاولى ضمنوا اسرة رابعة. تمام. وهكذا من هذا القبيل. جميل. اتفضل كمل. تمام. المهم راحوا جايين ايه اللي تم بعد كده راحوا جايين ايه قال لك ده الموضوع القرض فشل وطلعت نظره وبتاع وطبعا ايه المحاميه راحت جايه رفع قضايا على مدام اميره وحبسها وخدت منها حوالي 15000 جنيه وقالت لها طبعا الكلام ده ما ينفعش فقالت لها ده القسيس والعمده موزعين عليكم وانا اقضي فلوس عليكم. المهم عملت صلح معاهم وخدت مبلغ معين من المال. ومش الامر على هذا الاساس. وبعدين طبعا بدا الجماعه طبعا يحسوا بمدى الخطوره اللي هتوليهم فيما بعد. تمام. من خلال التاسيس ومن خلال مين الجماعه دول. ايه اللي حصل بعد كده؟ دي الخطوه الاولى. تمام. ماشي. وبعدين الخطوه الثانيه بقى بدا دور التاسيس وبتاع والجماعه دول. تمام. يا جماعه عايزين ناخد الوصولات بتاعكم. قال لك والله الوصولات الموجوده معانا واحنا ابونا اول راجل محترم ومش هيمسكم ومش هيبص لكم
كانوا بيزوروا لي المكتب هنا في المحل. ايوه. اتاخروا شويه وراحوا البيت لقوا مامتها بتتصل بيهم. يا بنات حقينا حوالي عن 25 او 30 واحد حرامي دخلوا البيت اقتحموه. ايوه. وجرقوا محتويات البيت بقى من فلوس طبعا موجوده من ذهب من ما خف حمله وغلي ثمنه وحاجات من هذا القبيل. المهم البيت بقى على الارض. مين اللي يعني الناس مش مصدقين 25 واحد دولت مين اللي بعتهم؟ أهل البلد نفسها وأهدولة بغضجية النظام بتاعهم دولة صوت بغضجية الكنيسة وكلاب ورجال وأعوان العمدة اتصلوا على الحاجة وخدوا الحاجة وبتاع. فالمهم الجماعة اتصلوا بيا وقلت لهم أعملوا محضر إثبات حالة. المهم على أساس إن في جريمة اقتصاد دخول على الأرض غصب فسياسته نزلت من وحاجات من هذا الطريق كإجراءات قانونية يعني. المهم طبعا الجماعة حاسوا العمدة بملوم النفوذ وتأثير على الشرطة. الشرطة الأيام دي تجامل طبعا المسيحيين على اعلى مستوى وبتنهر طبعا الناس الغلابه اللي شكل دولات راحوا طبعا جايين ماسكينهم هم ومبهدلينهم. امر يكون سيكون المحضر يتحول من دخول عقار لقصد الصفحه ياسه لمشاجره عاديه. خناقه يعني بقت خناقه. خناقه وخدت رقم جنح بخناقه ومشاجره طبعا يعني كلام فاضي وتهريج. دي الحاجه او النقطه الثانيه. النقطه الثالثه لما طبعا تم كده طبعا الأفشيل لم طبعا الغرفانية والإصابة وبدأ يوزع عليها العطايا والهدايا والمبالغ لظل طبعا ارتكابهم الجريمة وطبعا ان هم طبعا قاموا بتنفيذ المطلوب. ففيه المجموعة كل واحد اللي خد له 5000 واللي خد له 10 واللي خد له 12 واللي خد له 7 واللي خد له 20. ادي حاجة طبعا الجزئية الثانية اللي تم. الجزئية الثالثة بقى برضه طبعا رغم غير عاملين الآن. فلما جت اتكلمت معايا بتقول لي يا استاذ راشد انا خايفه وبتاع ايه اللي اعمله؟ قلت لها طب يا مدام انا خد الجماعه بتوعكم واطلعي للاموال العامه اعملي محضر في الاموال العامه في طنطا. تمام. خدت بعضها وراحت تعمل محضر في الاموال العامه قابلها الضابط المسؤول هناك في الاموال العامه. طبعا ادالها مسجل. طيب حاضر عينيا بس تجي لنا كمان يومين ثلاثه علشان احنا عندنا انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مش عارف ايه وكلام. المهم ايه مشاها من قدام. بعد اسبوع او 10 ايام فجأة راحوا جايين بقى اللي حصل في كلمات انا بعد ما بحثت وتحريت عنه ان هو برضه القديس وصل الاموال العامه عن طريق واحد اسمه هاني جرجس امين شرطه بما له من علاقات وله نفوذ ومالي يعني راجل مثلا مال ورجال. راح طبعا واصلين هناك ورشوا مبالغ ماليه خطيره جدا وعملوا قضايا وعملوا تحريات وراحوا جايين قابضين على مين؟ على مدام اماله وعلى جوزها. تمام. وراحوا جايين حابسينهم 4 ايام في 15 في 15 في 15 بتهمة ايه؟ بتهمة النصب والاحتيال. هم اللي بقوا بينصبوا وبيختلطوا بقى برضه في الرجالة. وراحوا طالعين على الاموال العامة عاملين محضر نصب واحتيال ان الجماعة دول اتسرقوهم ونصبوا عليهم. طيب من القانون كده والنصب النصب ده مش ايه هو النصب؟ مش النصب استخدام دور احتيالية بهدف اغتصاب وتملك المال الموقول المملوك للغير بطلبات امانة؟ لا طبعا. ما تعرفش امور تحولت الى امر موسى يكون ازاي؟ تمام. المهم طبعا النيابه طبعا بتحقق وتشوف دورها والشرطه طبعا بهدلهم وقالوا بتحلق انا واتحبسهم وتم قالوا طيب عايزين دلوقتي مثلا نخرجهم. قالوا قالوا طب انضم على على عهد عيدين المملوك لكم. البيت بتاعهم اللي هو قصاد الكنيسه اللي كانوا بيخططوا له على اساس ان هم يستغلوه وياخدوه. يعني الهدف الاساسي يا استاذ راشد كان كل القصه ديت علشان البيت اللي قصاد الكنيسه بحيث يعني ما يعرفوش ان هم مثلا لو غيروه يبقى مسجد هتبقى فضيحه. ازاي يبقى مسجد قصاد الكنيسه وكده؟ حكم الكنيسه وفرض المنطقه كلها مسيحيه وطبعا الامر ده بمعناها الكلام يعني. انا سمعت ان في مولد بيتعمل في المنطقه ديت بجد الكلام ده؟ ايوه في مولد فعلا. الكلام ده من الستينات لحد وقتنا هذا طبعا مزاعم من العذراء ظهرت وما ظهرتش وطبعا الاسلوب اللي انت عارفه بتاعهم.